اهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم تاني مكملين معاكم كلام هوان. زي ما قلت لكم كده قبل ما نطلع الفاصل ان احنا ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه موضوعنا. كان الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن السكر واضراره وايه اللي بيؤدي ليه، وعرفنا ان هو لا قدر الله لما يعلى قوي او يحصل فيه مشاكل بيؤدي الى البتر. الا ان البتر مش بس بيجي من مرض السكر لوحده، ممكن يكون عيب خلقي، ممكن يكون من حادثه، ممكن يكون له اسباب كتير جدا جدا. دي كلها هنتعرف عليها معاكم ومع الدكتور رانيا سعد اللي منورانا، دكتوره واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني. رانيا السيد عبد العليم. اهلا بحضرتك، نورتينا يا دكتور. دكتور رانيا، انا عايزه اعرف ازاي مريض السكر بيوصل لمرحله البتر بقى. تمام. احنا عندنا 6 مراحل بيعدي بيهم المريض لحد ما يوصل للبتر. المرحلة الأولى العيان الأول بيحس بألم. المرحلة الثانية بيبدأ المخ يتجاهل الألم من كتر ما هو زيادة، فيحصل تنميل، شكشكة، حرقان، كأنه ماشي على قطن، كأنه ماشي على رملة، سخونية في رجله. الأعراض بقى بتختلف من عيان لعيان، حرقان، كل الحاجات دي وارد ان هي ايه يحس بيها المريض السكر. تالت مرحلة بقى دي اللي هنا يعني بنقول خلاص يعني للمريض دق ناقوس الخطر، انذار. انذار بقى لما يفقد الإحساس، لأن هنا من هنا بقى هيجي الخطر بتاع القدم السكري، انه يتجرح وما يحسش. الجلد بقى يبدأ يبقى ناشف، فيبقى سهل انه يحصل فيه تشوهات ويحصل فيه قرح بسهولة. المرحلة الرابعة بقى مرحلة اللي احنا بنسميها مرحلة الجروح. بدأ العيان اوريدي خلاص دخل في قدم سكري وخلاص فعلا بقى عنده جروح. في المرحلة دي بقى بيحصل ايه؟ العيان بقى عنده جروح او في حاجة اسمها مفصل اللي هو يحصل تآكل في العظم، يحصل حاجة اسمها شاركوت جوينت. الجرح اذا ما التأمش وتعالج يعني بالطرق بقى اللي احنا شرحناها في الحلقات اللي فاتت، ايه اللي هيحصل؟ احنا كده عندنا المشكلة زي ما كنا شرحنا في المايكرو سيركيوليشن، هي الدورة الدموية الدقيقة. طيب بعد كده بقى الموضوع هيزيد، هياخد الشرايين الكبيرة. الشرايين الكبيرة بقى دي لو اتسدت خلاص مفيش طريق، طريق واحد بس اللي ممكن يبقى فاضل، انه بيعمل قسطرة ودعيمة وحاجات زي كده، يدخل في موال وغالبا السكر لما بيبقى وصل خلاص في الرجل المرحلة دي، القسطرة والدعامات بترجع تتسد تاني وبنوصل للبتر اللي هو المرحلة السادسة برضو. في اغلب الاحيان. طب تنصحي بايه بقى في الحالة دي؟ انه اول ما يفقد الاحساس يعمل الجلسات بقى اللي احنا بتاعت التهاب الاعصاب الطرفيه. وهنتكلم عنها في التاهيل، لانه حتى الرجل اللي موجوده بيبقى فيها التهاب اعصاب طرفيه. حضرتك قلتي كده. يعني ده احنا كمان عايزه ازود معلومه في النقطه دي. ان احنا معظم الحالات اللي شفناها اتبطرت بيقولوا لنا كلمه غريبه جدا. رجلي اللي اتبطرت دي كانت رجلي كويسه، رجلي الثانيه اللي كنت بعالجها اللي كانت بدات تتعب من كتر التحميل عليها، فالرجل دي خلاص جابت اخرها. فلو سابت تانية اللي هي اوريدي برضو فيها التهاب اعصاب طرفيه، لان زي ما شرحنا قبل كده التهاب الاعصاب الطرفيه سيمتريكال ديزيز بيجي على الناحيتين، فاذا سابت تانية ايه اللي هيحصل؟ ما هو التحميل عليها هيحصل لها نفس الموضوع، هنوصل لنفس المشكله. فلازم بقى العلاج ايه بالطريقه اللي احنا نشرحها بالتفصيل بقى في التاهيل ان شاء الله بتاع المريض. طب هو بيفرق في الوزن؟ يعني لو واحد وزنه تقيل مثلا عن واحد وزنه قليل اكيد انه بيفرق. يعني التاهيل اكيد ان هو بياخد يعني التجهيز بيبقى مختلف ده من ده، والسن كمان. طبعا كل الحاجات دي بتفرق. بصي، فكره كمان اللي احنا عايزين نوصلها للمريض البتر انه فعلا مريض من اكتر المرضى اللي بتصعب عليكي، ان هو يعني معظم الناس اللي بيشتغلوا في قصه الاطراف الصناعيه ما هماش دكاتره متخصصين، فده بيخلي العيان ايه بيروح شركات ما بيعملولوش بقى نظام التاهيل اللي احنا بنتكلم عليه، بيركبوا الطرف على طول من غير التاهيل، من غير التجهيز بقى اللي احنا هنتكلم عليه. ايه يا دكتور رانيا الاحتياطات اللي المريض المفروض ياخدها قبل ما يبتدي يركب الطرف الصناعي؟ ايه الاحتياطات اللي لازم يكون واخد باله منها؟ بصي بقى، مش الاحتياطات اللي احنا بناخد بالنا منها والعيان ده بيركب، هو طبعا بصي الحاجات دي بقى هي الحاجات اللي تفرق في اتخاذ المقاس. الحاجات اللي تفرق ان هو خد المقاس في مكان متخصص ولا في مكان مش متخصص. اول حاجه بنخلي بالنا منها واحنا بناخد له مقاسه، سواء كان بتر تحت الركبه، كان بتر فوق الركبه، كان بتر تحت الكوع، كان بتر فوق الكوع. بنعمل حسابنا بقى في حاجه لو حد مش دكتور نووي ان هو يعرفها، حاجه اسمها الاناتوميكال كونسيدريشن. يعني ايه الاناتوميكال كونسيدريشن؟ التشريح بتاع العيان. وانا باخد المقاس في عندي وتر، هخلي بالي ان هنا في مكان وتر، في هنا مفصل ما هعدي عليه بالجهاز، هخلي بالي
ان انا بعمل بريشر بشكل معين على مكان المفصل، بحيث ان انا لما العيان يجي يركب الجهاز ابقى عامله حسابي ان هنا في مكان مفصل موجود، صح، ما يبقاش الضغط عليه. بالظبط كده. بنعمل حسابنا لو في ليجامنت رباط، زي ليجامنت يعني رباط، يعني زي مثلا عيان فوق الركبه في هنا الرباط بتاع الانجواينال ليجامنت في منطقه الحوض، ده برده بنخلي بالنا ان احنا ما نبقاش ضاغطين عليه قوي. ايوه، كل الحاجات دي بنخلي بالنا منها. الحاجه الثانيه غير الاناتوميكال كونسيدريشن، بنخلي بالنا ان احنا بنعمل حاجه اسمها توتال كونتاكت كوست. يعني ايه توتال كونتاكت كوست؟ يعني في الاول كنا بنعمل تحميل على تندون، دلوقتي في الدراسه الحديثه قال لك لا، بلاش تحملي على وتر واحد، لا احنا بنحمل على بقيه الليمب اللي موجود، بقيه الجزء اللي فاضل من الباتر بنحمل عليه كله، بدل ما ترمي الحمل على حاجة واحدة. حتة واحدة، لا، بترمي بتوزعي بقى الحمل على بقية الطرف الموجود بعد الباتر. تمام. بنخلي بالنا من حاجة اسمها البريشر بوينتس، ما تضغطش على عظمة مثلا. انا باخد المقاس اخلي العظمة دي له مساحة ان هو يتحرك، ما بقاش دايس على عظمة. يعني لو انا فضلت دايسالك انت على عظمة بصباعي مش بجهاز، هتبقى مؤلمة. هتبقى طبعا مؤلمة طول الوقت. ملابسه هو الطرف الصناعي ده بيتركب ويتشال ولا بيبقى ثابت على طول؟ لا، بيتركب ويتشال. وبيتعمل له صيانه كل فتره؟ طبعا. ولا هو انا بيركب وخلاص كده؟ لا، لازم صيانه وتاهيل كويس. طيب، وحاجه تانية، انت حضرتك لفتتي نظري الجمله اللي انت كررتيها مرتين ثلاثه، المريض لازم يروح لمكان متخصص. هو في اماكن للاطراف الصناعيه مش متخصصه؟ هو الطبيعي اصلا، عشان كده احنا يعني عايزين نفهم المرضى. بصي، انا اتكلمت في المشكله دي ليه؟ ان احنا اصلا بيجي لنا عيانين يعني عاملين الجهاز وحاطينه فوق الدولاب بقالهم سنتين مش عارفين يستخدموه. منهم اكبر المشاكل مثلا انه مقاس السوكت. يعني احنا كل الناس اللي بيجوا مركبين جهاز اول حاجه بنعملها مبدئيا لازم نغير لهم سوكت، ولا حد ما غير لهوش سوكت. اللي هو عشان ناخد في يعني انتو كونسيدريشن في الاعتبار الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. حتى نوع السوكت على فكره بيفرق. يعني مثلا لو حد سنه كبير عامل باتر وبتدخل الحمام، ممكن اعمل لها حاجه اسمها بوليستر، اللي هو ايه، سعره يبقى قليل، حاجه خفيفه سعره يبقى قليل، بس ايه، بس ما تبقى ما بتتحركش كتير. لكن لو حد يعني شاب وبيتحرك وكده، بنفضل معاه يا اما بنعمل اللامينيشن لانه ليه لون براق واخد نفس لون الجلد تقريبا، وفي نفس الوقت ما بيعملش ريحه، الجهاز لابسه. ده بقى انت بتتكلمي دلوقتي على اختيار نوع الجهاز، نوع من السوكت. نوع السوكت. دي في الكونسيدريشن. كل ده واحنا لسه بناخد المقاس، باخد قراري انا هعمل انهي سوكت. في الكربون بيبقى نفس القصه، بس في ميزه زياده ان هو وزنه خفيف، فبيدي مجال حركه معانا اوسع. طبعا، واخده بالك؟ خدتي بالك؟ ايوه. ده جهاز مش ده جهاز معقولة؟ ما شاء الله. برضو ده اللي فرق معاه التدريب، العضلة كانت عنده ضعيفة جدا. بصي، وصل ان هو عارف يكتب. الكتابة طبعا اصعب حاجة في التأهيل. طبعا، لان هي الفاين موفمنت دايما بتبقى اصعب حاجة العيان يعرف يجيبها. فبصي، بيكتب بالجهاز دي برضو. ايه، بياخد وقت يا دكتور رانيا عشان يتأهل للمرحلة دي؟ طبعا طبعا. حضرتك اللي بتدربيه على الحكاية دي ولا بتعملي طبعا ايه؟ طبعا. بصي، هنتكلم بقى عن مراحل تأهيل المريض بتاع البتر. من فضلك. بصي، احنا عندنا جزئين. عندنا جزء يخص الرجل المفتورة، جزء يخص الرجل اللي موجودة التعبانة اللي محصلش فيها بتر، احنا اتفقنا ان هي فيها التهاب اعصاب طرفية. طبعا. جزء يخص الاتزان. الاتزان. ما هو انت شلتي عضو من الجسم، على فكره سواء ايد او رجل بيأثر على الاتزان. ما كنت لسه اسالك السؤال ده. يعني لو رجل ممكن الاتزان، طب الايد تأثر في ايه في الاتزان؟ عشان بتعملي سوينج بيها. الايد من الحاجات بتديكي اتزان، معروفه في الجي. عشان الناس ما تتوهش مننا، احنا قلنا بنأهل الجزء المبتور، الرجل المبتوره. والرجل السليمه، مش السليمه، هي تعبانه وفيها التهاب اعصاب طرفيه. الاتزان، سواء قلنا سواء بتر ايد او رجل. رابع نقطة مهمة بقى في القصة دي، ساعات في العيان بيبقى عنده فيه مشاكل مصاحبة، زي خشونة في الركبة اللي موجودة أو الركبة اللي ناحية البدن، زي وجود حاجة اسمها فروزن شولدر، اللي هو الكتف المتجمد. اتكلمتي عنه المرة اللي فاتت. فيجي العيان يمسك بالمشاية، ايديها كمان مضايقاها أو ايده مضايقاه. الكتف ده حاجة مهمة جدا طبعا. برضو. فكل الحاجات دي احنا بقى بنقوم تأهيل ليها. اول حاجة هنتكلم عن جزء الرجل المبتورة.
زي ما قلنا بنعمل فيها حاجه اسمها كومبريشن، بنعملها في الرجلتين على فكره، عشان الرجل اللي موجوده برضو بيبقى فيها التهاب اعصاب طرفيه، ده بيؤدي لضعف الاورده. فبنعمل حاجه اسمها كومبريشن ثيرابي او علاج بالضغط، ده بنعمل بيه ايه بقى؟ بنزود كفاءه عمل الاورده. ايوه. بالتالي بيقلل السوائل اللي موجوده في الرجل. فبالتالي العيان ما بيبقاش عنده تورم. طب التورم ده هيفيدني قوي قوي، مش بس في الرجل الموجوده، هيفيدني في الرجل المبتوره. أي. ليه؟ عشان واحنا بناخد مقاس السكت ما تبقاش رجل وارمه وبعدين ترجع تخس تاني تفش لما تاني. تفش تاني بالظبط كده بعد ما استخدم الجهاز. صح. فيبقى احنا ما عملناش حاجه، يبقى شويه اسبوع واحد هتلاقيه عايز يغير السكت تاني. مظبوط. خلاص. في تاهيل الجزء المبتور ده من ضمن الحاجات برضو اللي بنعلمها للعيان. بنعلم العيان ازاي، غير ان احنا عملنا العلاج بالضغط، بنعلم العيان ازاي يربط رباط ضاغط بشكل معين بحيث انه رجله نوصل لاحسن مقاس، يعني توصل رجل لاحسن حجم نقدر ناخد عليه المقاس، بحيث ان هو الرباط فين يعني يربط في الجزء بقى اللي باقي من في اللي باقي من الرجل، من الرجل او من الايد. نعلمه ازاي يربطه، يبقى احنا خلصنا من مشكله التورم. ايوه. هيجي عندنا مشكله الجرح، ان الجرح مفتوح او قفل بس ما قفلش 100%، بالرغم اللي هو ان انت هتركبيه من غير بعيد عن بعيد عن مكان الجرح والسلك وكده. الجرح كمان احنا بنساعد، بنعمل وسائل تساعد على التئام الجرح ده، زي العلاج الضوئي والعلاج الكهرومغناطيسي. الناحيه الثانيه بقى بنعمل فيها يعني هنا بقى في مشكله تانية برضو شفناها مع بعض المرضى، دي بتبقى عندهم مشكله ان هم يعرفوا يلبسوا اي جهاز. في ناس بيبقى العصب بعد ما اتقطع بيبقى حساس قوي، فبنضطر برضو بنعمل لهم جهاز معين. الجهاز ده جهاز الماني. بيعمل ايه؟ بيغلق نهايات، بيغلق مستقبلات الاحساس الموصله للالم، الاطراف على المكان اللي فيه نهايات البتر. خلاص. تمام. وبيعمل ايه؟ بيعيد تنظيم العمل بين الخلايا، وبيعمل ريلاكسيشن للعضلات اللي حوالين المنطقه اللي فيها تقلص، فعشان نتجنب اي الم موجود. وليه سيدتيف افكت اللي هو تاثير مسكن. خلاص. دي الرجل المبتوره. الرجل السليمه بقى الثانيه، احنا اتفقنا ان هي فيها التهاب اعصاب طرفيه، لان التهاب الاعصاب الطرفيه سيمتريكال ديزيز، ما بيجيش على ناحيه واحده، لازم هيكون موجود على الناحيتين. في الاثنين بنستخدم اكتر من جهاز، بنشتغل على الشرايين الدقيقه بتاعته بجهاز امريكي، بنشتغل على الاورده بجهاز بيعالج عن طريق ان احنا زي ما قلنا بنزود كفاءه مرور الدم داخل الاورده. بنشتغل بجهاز بيقوي عضلات الرجل، علشان معظم الناس اللي دخلت في بدري بيبقوا دخلوا في مرحله الموتور ويكنس، مش مشكله بس في الاحساس، لا عضلاتهم كمان بتبقى ضعيفه. تمام. فبنشتغل على تقويه العضلات بتاعه الرجل. تمام. بنشتغل على وديقه من اهم الحاجات اللي احنا بنعملها. بنشتغل على التئام العصب، لانه العصب هو المشكله الاساسيه، اسمه التهاب اعصاب في الاخر. ايوه. فبنشتغل على التئام العصب عن طريق بقى، مش بس ان احنا ودينا له دم، ده مش كفايه، العصب خلاص حصل فيه تاكل. فبنشتغل بحاجه اسمها الكتروماجنتيك ثيرابي، علاج بالمجال الكهرومغناطيسي. ايوه. وبنشتغل بحاجه اسمها الفوتوثيرابي او العلاج الضوئي. طيب، ونعرف حاجة أخيرة بقى، إنه الكلام ده كله بيتم بعد العملية، قلتولي بأسبوع فاتت. إنه دكتور رانيا نورتينا، ألف شكر لحضرتك. يا رب تكونوا استفدتوا من فقرتنا دي، وربنا يشفي كل مريض يا رب. وبرجع أقول لكم تاني، كل حد زي ما دكتور أحمد ودكتور رانيا بيقولوا، خلينا في الدكتور اللي فعلا يشخص صح علشان ما ندخلش في مشاكل تانية. ربنا يا رب يشفيكوا ويعافيكوا. هستأذنكم بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل معانا المطبخ والشيف دينا اللي عامله لنا أحلى أكل. اتفضل.